يوم كان عندنا اللقاء الإقليمي لحزب التجمع الوطني الأحرار لوجدة، واللي هو تحضير للملتقى اللي غادي يكون الأسبوع المقبل برئاسة السيد رئيس الحزب، اللي هو كتنظم الهيئة للمنتخبين ديال الحزب اللي كتضم تقريبا 11,000 منتخب على الصعيد الوطني. وهذا الملتقى الجهوي كنحضروا له عبر لقاءات اللي كتكون على الصعيد ديال الأقاليم. واليوم كان الدورة ديال إقليم ديال وجدة، وكانت فيه يعني نقاش مهم، مواضيع جد مهمة فيما يخص العمل ديال المنتخب، وخصوصا العمل يعني تدبير الشأن المحلي، وكذلك يعني المعادلة مع الجانب السياسي، وهو بمثابة يعني تأطير المنتخبين. وكذلك هناك يعني إبراز عدة مواضيع اللي غادي تكون من الأولوية اللي غادي تقدم في الجهة فيما يخص التنمية ديال الجهة، والأوراش الكبرى اللي غادي تكون فيها الالتقائية مع البرامج الحكومية، واللي غادي يعني الحكومة تكون مطالبة لأجل الدعم ديالها ولأجل الدفع من العجلة ديال التنمية في الجهات الشرق.